امها قاعده برضه. ودي برضه متوفيه؟ ايوه. واختي قاعده جنبي في الارض. ودي عايشه؟ اختي موجوده. طيب ها. فلقيت امي بتقول لي خدي الورقه دي بتاعه طلاقك، مدياني ورقه متطبقه 4 بس انا ما فتحتش الورقه. فبتقول لي خدي الورقه بتاعه طلاقك، فبقول لها ايه هاتي، والله انا كنت عايزاها من زمان. فستي بتقول لي ايه، طب انت خدتي ورقه طلاقك ما انت هتشتغلي تاني. قلت لها يا ستي ما انا كده كده بشتغل اصلا، ايه المشكله، ما فيهاش ايه، ما فيهاش مشكله، هي. فلقيت اختي بتقول لي طب حطي الورقه في شنطتك عشان الناس تعرف ان انت اتطلقتي. قلت لها ايه خلاص ماشي، بس انا اعرف الناس ليه، ما حدش ليه حاجه عندي. لقيت امي ادتني صابونه صغيره صفرة كده زي الصلايط كده في علبه صغيره. فبقول لها ايه دي امي، قالت لي خليها معاكي، فاخدتها حطيتها في شنطتي وخرجت بره الشارع زي ما يكون عيد، احنا في عيد. فلقيت صاحبتي قلت لها جبتي لي الطقم اللي قلت لك عليه، قالت لي ما لقيتش الا ده، قلت لها لا انا عايزه الطقم اللي انا قلت لك عليه ده، طقم تغيير يعني. انت سنك كام سنه؟ انا 56. 56. اه انت في مشاكل بينك وبين جوزك؟ كان ساعتها في شويه. طيب في عندك بنت متجوزه؟ لا ما عنديش بنات، انا عندي صبيان بس. متجوز؟ عندي 2 متجوزين. طب هو حياته مع مراته حلوه ولا في مشاكل؟ الحمد لله والشكر لله كويسين. طيب خلصت كده؟ وبعدين راحت جايبه لي بقى طقم تاني اللي هو الروز اللي انا عايزاه، فلبسته لقيته جميل جدا 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 وكله الماظ وجميل جدا، طقم روز كده وانا بقى ماشيه في العين. انا يؤسفني اقول لك ان الرؤيه مش حلوه، الرؤيه سيئه جدا جدا. بس يعني طلعي صدقه عشان اصلا ورقه وطلاق وحشه قوي في المنام، خصوصا جايه من ميت. فهي طلعي صدقه وحاولي ان انت بس ايه يعني تدعي كتير كده، وربنا يسترها علينا وعليك يا رب ان شاء الله. كلنا محتاجين نطلع صدقات في الفتره اللي احنا فيها دي زياده، وندعي ربنا كتير جدا في الايام دي، وربنا يرفع عننا البلاء جميعا. بشكر حضراتكم وبشكر صوفيا طبعا. حبيبه قلبي تسلميني، ميرسي ليكوا جميعا. شكرا. بشكرك يا صوفيا. شكرا. مشاهدينا يا رب تكون فقرتنا عجبتكم، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في مطبخ الهوايه.